فاضلنا ايه؟ فاضلنا الملوخية بالجمبري. سهلة وبسيطة جدا، سهلة وبسيطة جدا، بس انا بعملها مختلفة شوية. كل التحية الاسكندرانية، هما الاسكندرانية بيعملوها ببصل وبيعملوها بطماطم وليها خلطة كده حلوة، بس انا حبيت النهاردة بقى ادخل حتة مصرية شوية، او مش مصرية، حتة قاهرية شوية على الملوخية اللي بالجمبري. وهي ايه؟ انا عندي دلوقتي الملوخية شباب، الملوخية لو سمحتوا. بنعمل ايه؟ مقاديرنا نزلت على الشاشه. مقاديري بتقول ان انا معايا نص كيلو جمبري مقشر، توم مفروم، كيلو ملوخيه خضراء او نص ملوخيه زي ما انتوا عايزين حسب الكميه اللي انتوا عايزينها، 2 مكعب مرقه، وعايزه مش عايزه تحطيها ما فيهاش اي مشكله، بس انا بحب ان هي تتطعم معايا شويه. معايا ميه مغليه، رشه سكر وملح، ما فيش فلفل اسود، تمام؟ هنحط فلفل حامي مفروم. دي الملوخيه، الطشه بتاعتها طبعا معروف ان هي توم وكزبره، تمام؟ تمام. انا بعملها بطريقه وهم بيعملوها بطريقه. هم بيروحوا حاطين البصل مع الزيت يدبل، وبعد كده يروحوا حاطين صلصه الطماطم او معلقتين الصلصه، ويحطوا التوابل بتاعتهم ويقلبوا كله مع بعض، ويروحوا حاطين عليها الجمبري يتشوح شويه، وبعد كده يروحوا عاملين الملوخيه بالطريقه العاديه ويضيفوا عليها الجمبري. طيب، طب ما نيجي نعملها بطريقه مختلفه شويه، اللي هي ايه؟ انا عندي الملوخيه بتاعتي اهي، هروح حاطه كده ميه على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كده، بس انا برضو الميه دي ما اظنش ان انا هاخد الملوخيه كلها. وهي بتغلي كده هروح حاطه لها معلقه من الثوم، واروح حاطه معلقه من الفلفل الحامي. الاسكندرانيه على دماغنا من فوق بيعملوها ازاي؟ بيحطوا بصل، بيحطوا شويه زيت وبيحطوا بصل يشوحوه شويه، وبعدين بيحطوا صلصه طماطم او طماطم فريش مضروبه، وبعد كده بيروحوا حاطين الجمبري يستوي معاها، وبعد كده بيعملوا الملوخيه عادي والاتنين على بعض. طيب، حبيت النهارده ان انا اعملها حاجه مختلفه شويه. حطيت ميه، حطيت فيها توم مفروم، وحطيت فيها قرن فلفل حامي ومكعبين مرقه. مش عايزه تحطي مرقه، تبلي بملح، حطي لورا وحطي حبهان اللي انت عايزاه. والملوخيه عندنا هي سواء مجمده او فريش زي ما انت عايزه. معانا معلقه سكر، فلفل حامي تاني، وتوم، دول للجمبري. انا مش هحط الجمبري ني، ما تحطيش الجمبري ني، ما تحطيش الجمبري في الملوخيه ني. كل اللي هعمله دلوقتي انا عايزه اشيل الرز، خلاص تمام كده. واروح جايبه طاسه حطها على النار، واحط فيها شويه زيت سندباد عشان ابدا اشوح الجمبري. طيب، انا عملتها قبل كده، اعوذ بالله من كلمه، انا الجمبري لما قشرناه خدت القشر بتاعه غسلته بشويه ملح وغسلته كويس قوي، ورحت مصفياه. لما اتصفى كويس قوي رحت حطاه في صاج وحطيته في الفرن، وشغلت عليه الفرن درجه متوسطه، وبدات اقلبه كل شويه لحد قشر الجمبري ما نشف معايا. وبعد كده رحت ماسكاه، جايبه المطحنه بتاعتنا، طحناه فيه لحد ما بقى بودر. البودر ده اسمه بودر جمبري. لما بنيجي نعمل الشوربه بتاعت الملوخيه عشان اللي هي بالجمبري، عشان نحس بتطعيمه الجمبري كويس قوي، بروح حاطه معلقه من بودر القشر دي في الميه. ما بتحسيش بيه، عشان ما حدش يقول لي احنا هناكل قشر الجمبري. اه، ناكل قشر الجمبري، اما نحمصه ونغسله كويس قوي، اولا ما بيبقاش في ريحه زفاره زي ما انتوا حاطين في دماغكم. لما بنعمله في المطحنه بيبقى بودر خالص، ما بنحسش بيه، بنحطه بيغلي مع النار، بيدينا ريحه وتطعيمه ما فيش في جمالها، تمام؟ فممكن تعملوها، احنا عملناها قبل كده وطلعت معانا زي الفل. كده الميه بتاعتي بتغلي، عايزه احط لها ملح. حطينا ثوم وفلفل حامي، وادي الملح بتاعها، تمام؟ عندي مضرب سلك اهو، وعندي الملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل كده، بالشكل ده كده، افككها خالص واسيبها تاخد غلوة. ناس كتير كانت بتكلمني وتقول لي الرغاوي اللي بتظهر فوق الوش دي نعمل فيها ايه؟ مجرد ما تاخد الغلوة، الرغاوي دي ممكن نشيلها بالمعلقة عادي جدا، ما فيهاش اي مشكلة. ثانية واحدة، نسيبها بس تفكك معانا. وعندي طاسة نحط فيها شوية زيت سندباد حلوين كده. دول لايه؟ دول للجمبري بتاعنا، عشان انا مش هحط الجمبري بتاعنا ني. وراح احط فيهم توم، لازم اطعمه كمان عشان يديني
تطعيمه حلوه قوي. وهي التومه بتتعمل كده، ارحملة كده، فلفل احمر حامي، مش عايزاه يكون سبايسي، عايزه تستكفي بالفلفل اللي احنا حطيناه في الملوخيه، ما تحطهوش في الجمبري بالشكل ده كده. واروح حاطه الجمبري، ومجرد ما يتغير لونه اشيله، عشان انا مش عايزاه يبقى ناشف معايا في الملوخيه، لا عايزاه ان انا لما اكل الجمبري يبقى طعمه طري في بقي، ما يبقاش ناشف وبيشد. فعشان كده مش هسيبه على النار كتير يتغير اللون بتاعه، واروح شايلاه على طول. هطلع فاصل، ارجع من الفاصل تكون الملوخيه بتاعتنا غليت شويه وفكت معانا، والجمبري بتاعنا طبعا هيتغير لونه في الدقيقه، هروح قافل عليه. نبقى نعمل الطشه بتاعت الملوخيه. يلا نعمل. عملنا ايه؟ حطيت الجمبري لما عملناه واديت غلوه للملوخيه، وبعد كده رحت ماسكه الملوخيه حطها على الجمبري. تعالوا كده نحطها في طاجن. بصوا السمك بتاعها بسم الله ما شاء الله، ولونها عامل ازاي بالشكل ده كده لاخر قطره. تعالوا بقى نعمل الطشه الجميله بتاعتنا. الطشه في الملوخيه الطبيعيه بنعملها يا اما بسمنه يا اما بزبده، تمام؟ بس يفضل ان هي تكون بسمنه عشان ما تبقاش فيه رغاوي، عشان تدينا الطشه الجميله بتاعتها. أيوة دي. لكن احنا عشان عاملين بالجمبري فمش هينفع ولا سمنه ولا زبده، هنعمل بزيت سندباد. حاطين شويه زيت سندباد ونروح نازلين بالثوم بتاعنا كده، تمام؟ تعالوا بقى كده نطش الملوخيه بتاعتنا. تشهقي انت ولا شقنه؟ شهقي كان. طب يلا هنعمل ملوخيه النهارده بالجمبري بشهقه مدام سل. امسكي كده تشيها انت، يلا. احلى شهقه لاحلى ملوخيه بالجمبري من حبيبتنا اللي منورانا النهارده مدام سلوى سيف، وكسبت معانا مع سندباد بالاكونت. ان انا جيت معاكم يا حبيبتي، وجودك معانا مكسب لينا حبيبتي، نورتيني. دي كانت حلقتنا النهارده من محافظه اسكندريه. اتمنى اكون الاسكندرانيه ما يزعلوش مني في حته الملوخيه، بس انا بصراحه انا اللي هاكلها وما حبيتش اعملها ببصل عشان تبقوا عارفين يعني. تسلم ايديكم على كل حاجه بتعملوها.